فاش كنت كنقرا في السيزيام والباك كنت كنظن باللي كاينه طريق وحده باش انك تدخل المجال ديال الهندسه، وهاد الطريق هي الاقسام التحضيريه. ولا مشيتي حتى ما تسجلتيش في الاقسام التحضيريه وما تقبلتيش فيهم، فراه مستحيل انك شي نهار تولي مهندس دوله. ولكن مع الوقت ومع الاكتشافات ومع الاحتكاك مع الناس اللي تلاقيت بهم في المجال، فعرفت بانه ما كاينش غير طريق وحده ولا جوج ولا ثلاثه، كاينين مجموعه ديال الطرق. ولا سجلتي الاقسام التحضيريه هادشي ما كيعنيش بانه الحلم ديالك تبخر وباللي ما عمرك ما غتولي مهندس دوله. وهادشي علاش في الفيديو ديال اليوم غادي نحاول ما امكن نشارك معاك كاع الطرق اللي تقدر تمكنك باش انك واحد النهار تدخل لهذا المجال ديال الهندسه وتخدم كمهندس دوله. غير هو غادي نحاول ما امكن انني نعطيكم هاد الطرق باختصار باش الفيديو ما تجيش طويله بزاف. ولا كنتو مهتمين بواحد الباركور تقدروا تقولوه ليا في لي كومونتير لتحت، وانا ديك الساعه غادي نختار واحد الفيديو اللي نشرح فيه بالتفاصيل هذاك الباركور. غير هو قبل ما نهضروا على الطرق اللي تخليك على انك تحقق الحلم ديالك، كاين واحد الشرط مهم وضروري، واللي هو انه الشعبه اللي خاصك تكون شديتي فيها البكالوري ديالك سواء خاصها تكون علوم تجريبيه بالمسالك ديالها بثلاثه، ولا علوم رياضيه بالمسلك ديالها ا او بي، ولا شعبه العلوم التكنولوجيه وبعض المسالك في البكالوريا مهنيه، يعني المسالك اللي مرتبطه بالهندسه. يعني اي مسلك ما مرتبطش بالهندسه، مثلا بعض المسالك المهنيه اللي مرتبطه بشي مجال في الاقتصاد، راه ما يمكنش لك انك تكمل بها وتحصل على دبلوم مهندس دوله. واذا كانت عندك بكالوريا في شي شعبه من غير هاد الشعب، فراه ضروري خاصك دير واحد باك حر في هاد الشعب اللي هضرت عليهم. اجي دابا نهضروا على الطريق الاولى واللي مشهوره واللي كلشي كيعرفها باش انك تولي مهندس دوله، هي انك تدوز عامين في الاقسام التحضيريه، ومن موراها كتدوز واحد الكونكور، وابخي ما كتسالي هذاك الكونكور كتمشي لوحده من المدارس العليا ديال الهندسه في المغرب، كتدوز فيها 3 سنين ديال السلك المهندسين، ومن موراها كتشد دبلوم ديال مهندس دوله. الحاجه اللي خاصك تعرف الاقسام التحضيريه هي انه عندك الحق باش تدفع ليهم مره في العمر. فاش كتكون كتقرا في الباك وكتكون متمدرس، هذاك العام اللي غادي تنجح فيه تقدر ديك الساعه تدفع الاقسام التحضيريه. الا داز داك العام ونجحتي فيه سواء ما دفعتيش ليهم ولا ما تقبلتيش، راه ما يمكنش لك في حياتك كامله انك تعاود تقرا فيهم. ولكن باش انك تقبل في الاقسام التحضيريه كاينين مجموعه ديال الشروط اللي ما غاديش ندخل في التفاصيل ديالها، ولكن غادي ناخذوا على سبيل المثال الشعبه ديال ام بي اللي هي مات فيزيك. هذه الشعبه هذه باش تقبل فيها خاصك تكون جايب نقاط عاليه في الماده ديال الرياضيات والفيزياء في الوطني ديالك، زائد حتى واحد النقطه عاليه في الماده ديال الفرنسيه في الامتحان الجهوي. الا كان عندك واحد النقاط اللي عاليه بزاف في هذه المواد، يعني 16 الفوق، فاكيد اكيد سواء غادي تطلع في اللائحه الرسميه ولا غادي تطلع في لائحه الانتظار، ومع المده غادي يوصلوا ليك وغادي تقبل فيهم ان شاء الله. الوغ من مورا ما غادي يتم القبول ديالك غادي تدوز عامين وانت كتقرا في هذه الاقسام التحضيريه، وهاد العامين هذه على حساب ما كيقولوا الناس اللي قراو فيها، فهي واحد العامين اللي قاصحه وكينكون فيها البروغرام شارجي بزاف. وفاش كتسالي كتدوز واحد المباراه اللي كتسمى سي ان سي، كونكور ناسيونال كوما، المباراه الوطنيه المشتركه اللي كاع الناس اللي دايرين اقسام تحضيريه في الشعبه ديالك غادي يدوزوه بحاله، يعني تقريبا بحال الامتحان الوطني. ومن مورا ما كيخرجوا النتائج ديال هاد الكونكور كيشدوا كاع لي كونديدا وكيبداو كيكلاسيوهم على حساب الكلاسمو ديالك، تقدر تختار الشعبه والمدرسه اللي بغيتي تكمل فيها سلك المهندسين. كاينين مجموعه ديال المدارس العليا ديال المهندسين اللي تقدر تدخل ليهم، بحال ليمي اللي هي المدرسه المحمديه للمهندسين، وكاين لو اتش تي بي اللي هي المدرسه الحسنيه للاشغال العموميه، كاين لي ام بي تي، لانسياس، لينيم، لانسيم، وحتى لانسا ولانسام وليفيستي، راه تقدر تدخل ليهم من الاقسام التحضيريه. زائد واحد لافونتاج اخر واللي هو انك تقدر تدخل حتى المدارس العليا ديال المهندسين في فرنسا. غير هو بالاضافه للسي ان سي غادي تدوز واحد الكونكور اخر في فرنسا، وعلى حساب الكلاسمون ديالك تقدر تجيب شي مدرسه تما. دونك هذه كانت الطريق الاولى واللي كيف قلت مشهوره. دابا غادي ندوزو للطريق الثانيه واللي غادي نسميها بوست باك، بمعنى اخر ملي كتشد البكالوريا ديالك كتدخل لوحده من المدارس ديال المهندسين وكتقرا فيها 5 سنين كامله، ومن موراها كتخرج مهندس دوله. وهنا المدارس اللي كيوفروا هذه القضيه هذه هما لانسا ولانسام، ولكن باش تدخل ليهم راه كاين مجموعه ديال الشروط، ولكن باش تدخل ليهم كاين مجموعه ديال الشروط، وهذا الشيء كيتم عبر مرحلتين. كاين المرحله الاولى اللي كنسميوها الانتقاء الاول، وكاين المرحله الثانيه اللي كتسمى الكونكور. اذا باش تدخل لوحده من هاد جوج المدرسات ضروري ما خاصك تجيب واحد النقطه اللي عاليه، وناخذوا على سبيل المثال لانسا العام اللي فات باش انك تدوز الكونكور ديالها خاصك تكون جبتي 12 في الشعبه ديال علوم رياضيه ا ولا بي. وهنا فاش كنقول 12 فهاد النقطه هذه كتمثل 75% من الوطني و25% من النقطه ديال الجهوي. الوغ من مورا ما كتسيليكسيونا كيتم الاستدعاء ديالك باش تدوز واحد الكونكور كوما، دونك واحد المباراه اللي مشتركه. وفاش كيتم الاعلان على النتائج ديال هاد المباراه تقدر الكلاسمو ديالك يخليك على انك تدخل لوحده من هاد المدارس سواء لانسا ولا لانسام. وغير للمعلومه راه ما كايناش غير انسا وحده في المغرب، راه كاينين 13، وبالنسبه للانسام كاينين 3. من بعد ما
كيتم القبول ديالك في هذه المدارس تتقرا عامين ديال السلك التحضيري دونك مشابهه للاقسام التحضيريه. من ورا ما كتنجح في هذيك العامين كدوز للسلك المهندسين كتقرا فيه 3 سنين وابخي كتشد ديبلوم ديالك كمهندس دوله. اجي دابا ندوزو للطريق الثالثه واللي قليل بزاف ديال الناس اللي كيعرفوها، وهذه سورتو مزيانه للناس اللي جايبين واحد النقط ما بين 10 حتى ل 14. غير هو للمعلومه فقط راه الحدود كتكون ضئيله بزاف بالنسبه للناس اللي كيختاروا هذا الطريق، يعني الواحد خصو يدير دي زيفور كبار ويضرب تمار اكثر باش ان لي شونس ديالو يطلعوا ويدخل لوحده من مدارس المهندسين ويتخرج كمهندس دوله. وهاد الطريقه هذه هي انه الواحد فاش كيشد البكالوريا ديالو كيمشي كيكمل القرايه ديالو سواء في لافاك ديال السيونس سواء في لافستي سواء في لو اس تي اولا في البي تي اس. ولكن راه ماشي في جميع الشعب، بحال مثلا في لافاك ديال السيونس راه الشعب اللي تخول لك باش انك تكمل في الميدان ديال الهندسه هي الاس ام بي سي ولا سيونس مات. وبالنسبه لافاك سواء لافاك ديال السيونس ولا لافستي فهنا عندك الاختيار، سواء غادي تقرا عامين وتشد الدبلوم ديال الدوك ولا التست، وديك الساعه غادي تدفع لوحده من المدارس العليا ديال المهندسين، وهنا كاين مجموعه ديال الشروط، يعني ماشي ساهل غير غادي تدفع غادي يقبلوك وغادي تدخل هذيك المدرسه، لا. وهاد الشروط كيختلفوا من مدرسه لاخرى، كاين اللي كيطلب مثلا خص يكون عندك دو مونسيون على الاقل في الباركور ديالك في هذيك عامين، ومن موراها كدوز واحد الكونكور، وابخي هذاك الكونكور والكلاسمون ديالو تقدر تهز من الناس اللي غادي يكملوا قرايتهم في هذيك المدرسه. وكاين الاختيار الثاني واللي فيه الحدود كتزاد كتنقص، وهي انك تكمل حتى الليسونس في لافاك ولا مثلا ال اس تي في لاف اس تي، ومن موراها كتدفع باش انك تكمل عامين في سلك ديال المهندسين في هذوك المدارس. اما بالنسبه لل اس تي والبي تي اس فالدبلوم باش تاخذه كتقرا غير عامين، دونك فاش تشد هذا الدبلوم هذا تقدر تدفع وتكمل سلك المهندسين ديالك في وحده من هاد المدارس، وكاينين بعض المدارس اللي ما كيقبلوش لا دي اي تي لا بي تي اس، ولا تزيد واحد العام ديال ليسونس بروفيسيونيل وتدخل سواء من العام الاول ديال سلك المهندسين ولا من العام الثاني في هذوك المدارس. وحتى هاد القضيه كتتم مجموعه ديال الشروط واللي منهم النقطه ديال هذاك الدبلوم اللي شديتي سواء دي اي تي ولا بي تي اس. اذا بالنسبه ليا هادو كانوا مختلف الطرق باختصار، يعني ما دخلتش في الديتاي بزاف اللي غادي تخلي الواحد لانه يحقق الحلم ديالو ويتخرج كمهندس دوله، بمعنى اخر غادي تخرج من مدرسه عموميه وما غادي تخلص حتى شي درهم، تقدر تخدم فيه في القطاع العام يعني مع الدوله ولا في القطاع الخاص مع الشركات. وقبل ما نختم هذا الفيديو بغيت غير نهضر على بعض الاستثناءات اللي ما كيشملوهمش هاد الطرق اللي هضرت عليهم. الاستثناء الاول هو الهندسه المعماريه. الا كنتي باغي تولي مهندس معماري راه كاينه طريق وحده، هي انه تشد البكالوريا ديالك بواحد النقطه اللي طالعه في بعض الشعب ماشي الشعب كاملين، ومن موراها تقرا في المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه لينا. اما بالنسبه للاستثناء الثاني هو الهندسه الفلاحيه. اذا كان الهدف ديالك هو انك تخرج مهندس فلاحي فراه كاينه مدرسه وحده اللي يمكن ليك على انك تدخل ليها مورا الباك ديالك وهي لينا. وبالطبع راه كاينه مجموعه ديال الاستثناءات اخرى غير هي قليله بزاف. دونك هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انك تكون استفدتي منها، وكنتمنى انك تشارك هذا الفيديو مع واحد الشخص اللي الحلم ديالو هو انه يتخرج مهندس دوله باش يستافد ويعرف بلي راه ما كايناش غير طريق وحده. ترى ليا فراسك نتشافوا غدا ان شاء الله في فيديو جديد.